عام 1318 من الهجرة الشريفة أصدر السلطان العثماني عبد الحميد الثاني فرمانه لإنشاء خط سكة حديد الحجاز لتسهل السفر إلى بيت المقدس والحرمين الشريفين، وتكون عاملاً من عوامل وحدة الأمة على أن تبنى دون أي تمويل أجنبي. تجمعنا إذا عز اللقاء، القدس عنوان السماحة والإباء، وهي الجليلة بوركت أرجاها، القدس نهر عروبتي شط الإخاء. الكعبة الغراء ترقب ساحة القدس الشريف، والنور يسري من رحاب البيت للأقصى يطوف. الكعبة الغراء ترقب ساحة القدس الشريف، والنور يسري من رحاب فتقول بشرى القدس بالإسراء، يا بشرى لها وقف النبي بها الإمام وخلفه الرسل صفوف. سبحان ربي الذي أسرى بخير عباده من ساحة البيت الحرام لساح خير جنوده، فتزينت بالأنبياء وموكب أعظم به. يا قدس يا ريحانة الدنيا وأرض الأنبياء، القدس تجمعنا إذا عز اللقاء، عز اللقاء، القدس عنوان السماحة والإباء، والإباء ناصر
حتى لم يبالي بالحشود. والجند وسط الله، والجند وسط الله، والجند وسط الله. لبوا لبوا يا مدينتنا النداء، القدس تجمعنا إذا عز اللقاء، القدس أروان السماحة والإباء، القدس الإباء هي الجليلة بورك الأرجاء. القدس مراه متين شط الإخاء. الليل جسر للصباح وخطوة نحو الرجوع، والشمس دارت واستعدت من جديد للسطوع. الليل جسر للصباح وخطوة نحو الرجوع، والشمس دارت الفجر أذن فاستوت كل الملائك خاشعين، فتهيئي تهيئي يا أمتي صفي إلى القدس الجموع. سنحرر النسمات والبينات، ينكسر الحصار، لن نرتضي أبدا سوى كل الحقوق والانتصار. فالحق إنا أهله، واليوم جيل الثأر الثار. فالقدس قلب شبابنا، ولها المحبة والوفاء. القدس تجمعنا إذا عز اللقاء، القدس أروان السماحة والإباء، وهي الجليلة بورك الأرجاء. القدس نهر عروبتي شط الإخاء، القدس تجمعنا إذا عز اللقاء، القدس عنوان السماحة والإباء، وهي الجليلة بوركت أرجاؤها. القدس نهر عروبتي شط اللقاء. شرفت بنور الأنبياء، يا قدس يا طهرا توضأ من سماحته الضياء. أرض البشارة والجسارة والمحبة والرضا، والقبلة الأولى ووعدها.